قلتم في بعض مجالسكم أن الخطأ في مسألة تكفير تارك الصلاة مفتاح لباب من أبواب الضلال، نرجو أن تفصلوا لنا القول في هذه المسألة. تفصيل هذه المسألة هو ما تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، تفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، لأن تارك الصلاة له حالتان، إما أن يؤمن بها، إما أن يؤمن بها بشرعيتها، وإما أن يجحد شرعيتها. ففي الحالة الثانية هذه فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك كل من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من جحد الصيام مثلا فهو كافر، الحج إلى آخر ما هنالك من أمور معروفة عند المسلمين جميعا أنها من ضروريات الدين. فهذا لا خلاف فيه، من جحد شرعية الصلاة فهو كافر، لكن إذا كان هناك رجل لا يجحد الصلاة، يعترف بشرعيتها، ولكن من حيث العمل هو لا يقوم بها، لا يصلي، ربما لا يصلي مطلقا، وربما يصلي تارة وتارة. في هذه الحالة إذا قلنا هذا الرجل كفر، ما يصدق عليه هذا الكلام بإطلاقه، لأن الكفر هو الجحد، وهو لا يجحد شرعية الصلاة، ما قال تعالى بالنسبة للكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا أخذنا مثالا زيدا من الناس لا يصلي، ولكن حينما يسأل لماذا لا تصلي يا أخي، يقول لك الله يتوب عليه، والله الدنيا شغلتني، الأولاد شغليني، إذا من هذا الكلام، هذا الكلام طبعا ليس له عذر مطلقا، لكن يعطينا فائدة لا نعرفها نحن لأننا لا نطلع على ما في قلبه، يعطينا فائدة أن رجل يؤمن بشرعية الصلاة، بخلاف ما لو كان الجواب لا سمح الله: يا أخي الصلاة هي راح وأسائي، كانت في زمن يعني كانوا الناس يعني غير مثقفين، كانوا وسخين، كانوا بحاجة إلى نوعية من المراقة والطهارة والرياضة، وهذا الآن ذهب زمانه، الآن في وسائل جديدة تغني عن الصلاة، هذا كفر، فإذا جهنم وبئس المصير. أما إذا كان الجواب هو الأول، ليه ما بتصلي؟ الله يتوب علينا، الله يلعن الشيطان، من هالكلام اللي بينبينا أن رجل لا ينكر شرعية الصلاة. فإذا قلنا هذا رجل كافر، كن خالفنا الواقع، لأن هذا رجل مؤمن، مؤمن بشرعية الصلاة، مؤمن بالإسلام كله، كيف نكفره؟ من هنا نحن نقول لا فرق بين تارك الصلاة وتارك الصيام وتارك الحج وتارك أي شيء من العبادات العملية في أنه يكفر وأنه لا يكفر. متى يكفر؟ إذا جحد. متى لا يكفر؟ إذا آمن. فالمؤمن لا يستكفر قولا واحدا، وعلى ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي آخرها: أدخلوا الجنة من قال لا إله إلا الله وليس له من العمل مثقال ذرة، لكن له مثقال ذرة من إيمان. فهذا الإيمان هو الذي يمنعه من أن يخلص في النار ويدخل الجنة ولو بعد أن صار فحما أسود، لكن هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله، لكن لا يصلي أو لا يصوم أو لا يحج أو نحو ذلك، أو يسرق أو يزني، كل هذه الأمور لا فرق فيها إذا ما وضعت في ميزان
الكفر العملي والكفر الاعتقادي. رجل مثلا يزني، هل نكفره؟ ستقول لا. فنقول لا، رويدا ننظر هل يقول الزنا حرام ام يقول كما يقول بعض الجهال بلا حرام بلا حلال. اذا قال لي كلمة كفر، كذلك السارق اي ذنب، الرجل الذي مثلا يستغيب الناس قل له اتق الله، الرسول قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، يقول بلى، قال الرسول بلى كفر. هكذا كل الاحكام الشرعيه سواء ما كان منها حكم ايجابي بمعنى فرض من الفرائض، او كان حكما سلبيا بمعنى المحرمات يجب ان يبتعد عنها. فاذا استحل شيء من هذه المحرمات في قلبه كفر، لكن اذا وقع عمليا وهو معتقد انه عاصي لا يكفر. فلا فرق في هذا بين احكام الشرعية كلها سواء ما كانت من الفرائض او ما كانت محرمات. الفرائض يجب القيام بها ولا يجوز تركها، لكن من تركها كسلا لم يجوز تكفيره، من تركها جحدا كفر. من استحل شيء من المحرمات كذلك يكفر، لا فرق في هذا ابدا بين الواجبات وبين المحرمات. هذا ما اردت بكلمتي.